السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنسوش يا شباب باللايكات والتعليقات عشان في مسابقة إن شاء الله اليومين دولت على $5 يا شباب. كل اللي عليكم آخر 5 فيديوهات والفيديوهات اللي هتنزل تعليق برقم المحفظة ومحفز لينا في نفس الوقت، يعني جوه التعليق ذات نفسه تعليق محفز لينا وتعليق برقم المحفظة. ويا شباب لايك للفيديو الفيديوهات ده المطلوب منك عشان تبقى مشترك، وهنختار فيديو من الفيديوهات هنعمل عليه المسابقة، ومعانا 5 هيفوزوا بكل واحد دولار يا شباب. تمام، النهاردة معانا موقع تعديل لسه في يوم يا شباب الأول، زي ما انتوا شايفين لسه بادئ النهاردة 7/11/7. تمام، دي احصائية الموقع يا شباب اللي قدام كويت، هنا اخر ايداعات وهنا اخر سحوبات في الموقع. هنترجم كده باللغة العربية، هتلاقي هنا بيقول لك ممكن تكسب من 25 إلى 40 يوميا. الايداع بتاعك لمدة 5 ايام، يعني بعد ما يخلص 5 ايام بتكون كده سحبت الايداع بتاعك وعليه الربح 25 40%، انت وحظك في الموقع. تمام، بعد كده لو عايز تعمل ايداع تاني تعمل دي حاجة ترجع لك، بس انا انصحك هو ايه ايداع واحد، يعني تشوف هتعمل ايداع قد ايه اعمله في اول الموقع واستفاد بالايداع الاولاني بس، ما تعملش ايداع تاني، دي يعني اللي انا برجحه. تمام، هتيجي من هنا تحط رقم المحفظه وتعمل تسجيل دخول. انا اودعت 100 روبل يا شباب بس عشان اعمل لكم اثبات سحب، انا بودع وبعد كده بعمل اثبات سحب الاول وبعد كده بشوف. انا عندي 3 روبل في رصيدي و7 و74 سنت يا شباب. لو ترجمنا برده باللغه العربيه كده هتلاقي هنا بيقول لك الايداع بتاعي اهو، هنا معرفه النظام كل حاجه هنا يا شباب اهي. هتلاقي هنا تاريخ، التاريخ هنا، الكمية هنا، ايه الاغلاق، يعني هتخلص يوم 16/7. تمام، هنا الارباح، الربح كل ساعة يبقى 1 روبل و55 سنت لمدة 24 ساعة، 37 لمدة 3 ايام، 111 لمدة 5 ايام، 186 يا شباب روبل. تمام، هتيجي تودع، تيجي من هنا لو انت حابب تودع، يعني بتحط هنا المبلغ وبيقول لك ارباحك هتبقى قد ايه. يعني لو حطيت 10 روبل مثلا اقل حاجه مثلا، يعني هيقول لك كده ربحك 19 سنت في الدخل اليومي، هيبقى 2، هيبقى 4 روبل، الدخل لمده يومين 8 روبل، الدخل لمده 5 ايام 12 روبل، لمدة يومين يا شباب 5 روبل، لمدة يوم 2 روبل ونص. للسحب يا شباب نيجي من هنا، من هنا يا شباب بنحط هنا كده ايه رقم المحفظة بتاعنا محفوظ، وهنا بنعمل طلب سحب. الحد الأدنى 1 روبل يا شباب للسحب. هنيجي كده نخش على البير، آخر حاجة عندنا 11 روبل أهو يا شباب، وهنيجي نعمل طلب سحب ونشوف. لسه الموقع بادئ، مش معقولة يعني يحصل في أي حاجة. زي ما انتوا شايفين اتنقل كده على القصة بتاعتك الايداع والسحب، كده الايداع تم. هنخش على البير ونعمل ريفريش، زي ما انتوا شايفين يا شباب 3 روبل و58 سنت، وبكده الموقع صادق. من هنا هتلاقي الاحالات بتاعتك، لا ده هنا القصة، الاحالات بتاعتك يا شباب هنا رابط الاحالة اهو بيدي 10%. وبكده يا شباب اكون انتهيت من شرح الموقع، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.